quand on dit conformité, acte de propriété. Non, vos permis d'habiter. Oui. Vous n'avez pas le, la conformité, n'est-ce pas ce qu'on dit. Qui va ce qu'on nous carabin ma cage. Qui va ce qu'on nous la voie de l'insécurité. Non, on a l'air comme tout le monde sur المواطنين هو لازم يدخلوا هو المواطنين دار يشكيو انا جا واحد مع هذيك مع السيد وهو مشكور قال لي دولي سكن انت هو النصحه شغره دونك سيتي فونطون ما كاش ما تبعوش ثانيا لا كونفورميتي ما كاش نعم انا راني معاك يا لاندي دو سيمين دو سيمين دو سيمين باسكو 10 جو 10 جو ريزيرف كامل لي سيرفيس دار دي ريزيرف ما سوف ريزيرف اللي انا والله ما فهمت علاه كي يخرجوا كي يخرجوا بروموتور بريفي ما كاينش ريزيرف كي تجينا المؤسسه تاع الدوله ريزيرف سير ريزيرف لا 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 اون ا فيو دي كونفورميتي تمدت في ان طون ريكور وعندي الاسم وفي تيرت لا 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 با دو با دو مزير القانون ينطبق على الجميع انا هذه مؤسسه عموميه رفوها المواطنين سكنوا فاقوا في الدولة وجاوا سكنوا وممكن كي سكنوا هذو الاخرين قالك انا كذا ممكن سمعوا قالك ما عطاهمش عطاهم العقود سمع عطاهم مفاتيح سمعناش عقود مش عقود نوتير ما كاش لا كونفورميتي ما كاش عقود كيما انا نوتير با دوني دي كيما ساكن غدو يحب يروح يدير بلاك هذا يروح يدير بري يروح يدير كذا يروح يسوري الدار تاعو صراحة نورمالمون اون دوفي با رومات لي كلي حتى تجي لا كونفورميتي وهادي توصل لي بروشي بروغرام جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.